السلام عليكم. اطلع اطلع. كيف؟ متقلع طين مساجين. من وقت ايش هالحية؟ الحية من الصبح. من الصبح. وبراكبوا فيها من الصبح. الفاضي هاي تتخبى يا عم تطلعش. عندها استعداد تقعد شهر شهرين هاي جوا. دغري من علين لرام الله 35 مطر. مش عارفين بدنا نفوتوا على الدار مساكين. هلك شو بده ينيمهم الكس؟ المشكلة شو بده ينيمهم هلقيتها؟ هو تو مرة تها معجيب. والله شو مواضيع ما بس بده يفتك المطبخ بس. ابعد شوي. بيني شو عندك؟ كانت لك اشي حرفية عندك انا شو اسمه شك في حرق مش حاط جري يعني صلي لي صلي لي سجادة يجيب لي شوف شوي طب بدامك فكيت هاي في قاعدة يا اخي في طوبة صح؟ كلكل في طوبة قاعدة ولا كلكل 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 هذا وراه مش هذا الطوب وراه يعني تلك دخلة تشوفها الحين طب يا زلمة انت لو كملت يا فك استنى شوف الكلكل هذا شايف الكلكل هذا كله اكيد جاء هذه الحيه جوا ورا ما بدش تطلع بجوز طب دخلتوا شيء حديد حديد بس فتفتنا الكلكل لهان لوين وصلت انت في الفاك؟ اول مقطع الشايش لهان اشو فتشايش فتشايش اجا اجا وين فتحت عليه فتحت هان شو في هان طيب؟ هان شو في؟ ما عندنا في المنطقة هاي الكلكل اللي هان الحي اه مشكلة اسمع تعدم المطبخ عشان حي صغيرة انا بقول حرام شوف شو بتسوي اه شايف شو الحل بتسكر هاي كلها اه وبتجيب ثلاث علب كي 300 الاصفر معي انت ولا مش معي؟ ركز معي بتخلي من هان فتحه صغيره بتضلك ترش جوا الكي 300 اه بتضلك ترش علبه علبتين ثلاث علب وبعد ما تخلص رش فورا سكرها ودشر كل الريحه جوا بتموت وبتنخنق عندك هاي مشكله سكر الباب اشوف تعال برد سكر الباب سكر سكر الباب بتدخل الحي بسهولة بدك تجيب هان تسوي الباب تجيب تبع ألمنيوم وسوي الباب اللي يسكر لا تقدر يدخل عكربي ولا صرصور عليك انت هان عندك جبل كله جبل بيجينا على هالكيت اخرى شوي على الرطوبة مع لما تشمس الدنيا